أهلا بكم إلى الساعة الأخيرة، معي أنا رويدة أبو عيد. وفيها 4 سفن تتعرض للاعتداء قبالة الإمارات، أبوظبي تطلب مساعدة دولية للتحقيق في الأمر، وطهران تصف أمن الخليج بالزجاج الهش. ملفنا الثاني سيكون عن التصعيد المتزايد بين واشنطن وطهران. البرلمان الإيراني يقول إنه لا حرب تلوح في الأفق لعلم الأمريكيين بعدم إمكانية ذلك. ونناقش أيضا في برنامجنا: الحوثيون خارج موانئ الحديدة، والحكومة المعترف بها تشكك في جدية الخطوة. وفي ملفنا الأخير نتحدث عن السودان وعن جلسة مفاوضات مباشرة مرتقبة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. ابقوا معنا. أهلا بكم. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية في مياهها قبالة إيران، من دون أن تحدد طبيعة هذه الأعمال أو الجهة التي تقف خلفها. وبحسب الخارجية الإماراتية فإن تلك السفن تعرضت للتخريب في مواقع باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، إلا أن مصادر إعلامية إيرانية ذكرت أن استهداف السفن 4 جاء نتيجة تفجير وقع بميناء الفجيرة. وقال حشمة الله فلاحة بيشا رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني على تويتر إن انفجارات الفجيرة تظهر أن أمن جنوب الخليج أشبه بالزجاج. وعلى الطرف الآخر من خليج عمان تبنت طهران على ما يبدو فرضية وجود تفجير في ميناء الفجيرة، إذ قال حجمة الله فلاحة بيشة رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان في حسابه على تويتر إن انفجارات الفجيرة تظهر أن أمن جنوب الخليج أشبه بالزجاج على حد وصفه. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من طهران مراسلنا حازم كلاس. حازم، ما هي آخر ردود الفعل الإيرانية على ما جرى في ميناء الفجيرة؟ وهل هناك تخوف في إيران من اتخاذ ما جرى ذريعة لجر إيران لمواجهة عسكرية؟ التعليقات الرسمية يعني لم تصدر بعد سوى ما ذكره رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني كما ذكرتي حشمة الله فلاحة بيشا في تغريدة على تويتر، ووصف الأمن في المنطقة الخليجية الجنوبية بأنه أمن هش أشبه بالزجاج. ولكن بطبيعة الحال ومن خلال رصدنا لمواقف النشطاء يعني في الشأن السياسي والخبراء والمتابعين وما يتم تناقله منذ ظهر اليوم مع إعلان هذا الخبر وحتى هذه الساعة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض التحليلات التي نشرت على مواقع الإنترنت، فبطبيعة الحال إيران تدرك تماما أنه يمكن الاستفادة من هكذا تفجيرات لتوجيه أصابع الاتهام إليها بغض النظر عن المنفذ وعن الهدف وعن كل هذه القضية. ولكن هناك من يقول أن هذا الأمر سيحاول البعض ربما استغلاله لتوجيه أصابع الاتهام إلى إيران، ولكن من وجهة نظر أخرى هناك من يقول أيضا أن هذا التفجير بغض النظر عن منفذيه أيضا هو رسالة إلى من يقف ضد إيران، سواء
الولايات المتحدة الأمريكية أو الإمارات والسعودية، هو دليل على أن إيران ربما قادرة إذا كان غيرها قادر على تنفيذ مثل هكذا تفجيرات، ويجب انتظار نتائج التحقيق بطبيعة الحال، فإن إيران قادرة أكثر بكثير ربما على القيام بمثل هكذا أعمال. ولكن حتى هذه اللحظة إيران بطبيعة الحال تنظر بقلق ربما إلى هذه التطورات، لأن هذه التطورات قد يتم استغلالها ضد إيران، وإيران تدرك تماما أنه من الضروري الحفاظ على هدوء الجبهات رغم التحشيد العسكري الكبير في المياه الخليجية، لأنها تدرك أي توتير سيؤدي ربما إلى مزيد من التصعيد. حازم كلاس مراسلنا من طهران، شكرا لك على هذه الإحاطة. وفي نفس الموضوع أيضا ينضم عبر سكايب إلينا من واشنطن الدكتور عبد الوهاب القصاب، الباحث الزائر في المركز العربي من واشنطن. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الوهاب. يعني حتى الآن لا توجد معلومات وفيرة وموثوقة يمكن الركون إليها فيما جرى، ولكن من خلال ما توفر برأيك من يقف وراء ما حصل ومن المستفيد منه؟ يعني لأجل أن نحلل الموضوع بعمق علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار مجموعة من الإشارات التي وجهت بالفترة الأخيرة حيال ما يجري في منطقة الخليج العربي. هنالك تهديدات من الحوثيين لاستهداف الإمارات عقابا على المسعى أو الفعل السعودي الإماراتي في اليمن. هنالك تصريح لقائد الحرس الثوري الإيراني طلب الإذن من روحاني، وهو أمر حقيقة يمكن أن نقول خارج الصدد، لأن الذي يأذن هو المرشد وليس رئيس الجمهورية، لأنه هذا موضوعة مجلس الأمن القومي وكل ترتيبات القرار النهائي فيها للمرشد. قائد الحرس الثوري الإيراني طلب الإذن من روحاني للقيام بإجراءات مضادة ضد السعودية وضد الإمارات نتيجة الأعمال التي جرت في جنوب إيران في منطقة بلوشستان التي لا تبعد كثيرا في واقع الحال عن المنطقة التي حصلت فيها التفجيرات، هي الساحل المقابل على خليج عمان. طلب الإذن للقيام بمجموعة من التفجيرات أو مجموعة من الأفعال لكي يتم معاقبة، كما قال، معاقبة السعودية والإمارات على تدخلهما المستمر في جنوب إيران. أستاذ عبد الوهاب، هل من الممكن أن تتخذ الولايات المتحدة ما حصل اليوم كذريعة لضرب إيران؟ يعني أعتقد بأنه الأمر مبكر جدا للتصريح بأن الولايات المتحدة قد تذهب إلى هذا الحد في هذه المرحلة بالذات. الأمريكان مولعون بتعبير دخان مدفع، يعني الدليل الثابت الذي لا يمكن تحديه من أن إيران هي التي قامت بهذا الفعل. لكن إذا ما ثبت بأن إيران قامت فعلا بعرقلة، وهذا هو المهم، هذه هي الذريعة الكبرى، بعرقلة المرور في مضيق هرمز، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية عندئذ لن تتردد. هل باعتقادك أستاذ عبد الوهاب من الممكن أن يكون هناك أطراف ثالثة أرادت الاصطياد اليوم في الماء العكر، خصوصا في ظل ما تعيشه إيران من ضغوط دول المنطقة؟ إذا ما حاولنا أن نضع نظرية المؤامرة يعني نحن مولعون كثيرا بها، إذا ما حاولنا أن نضع نظرية المؤامرة في الموضوع أو في السياق، نعم يمكن أن تكون هنالك أطراف أخرى تحاول أن يعني تقلق المشهد بحيث تعطي الذريعة والمبرر لجهة أو لجهة أخرى. هنالك نقطة مهمة بودي أن أشير إليها، وحقيقة جاءت في واحدة من أوراقي التحليلية بالفترة الأخيرة، أن الفجيرة بالذات هي التي هي يعني المخرج الباي باس او منطقه العبور التي استفادت منها ابو ظبي لتمرير نفطها بحيث تتجاوز مضيق هرمز، وهنالك ناقله كانت واضحه الان على الشاشه، ان الفجيره الميناء المهم الان الذي تعتمد عليه الإمارات المتحدة في تصدير نفطها، عند هذه التفجيرات، وإذا ما صح بأن التفجيرات حصلت في الميناء، هذه أيضا رسالة واضحة جدا للإماراتيين
بأنهم لن يكونوا بمنجأ تحت أي ظرف من الظروف من الأعمال الانتقامية التي يمكن أن توجه حتى إلى هذه المنطقة التي حاولت الإمارات الهروب من مضيق هرمز وتصدير نفطها بأمن من 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 هذا المكان. هذا نعم موضوع ينبغي أن يؤخذ حقيقة بنظر الاعتبار، بأن وكان تصريح أو واحدة من تغريدات الإيرانيين دليل على أن ليس هنالك آمن في جنوب الخليج، وكم أن الموقف الأمني هو هش هناك. الدكتور عبد الوهاب القصاب البحث الزائر في المركز العربي في واشنطن، شكرا جزيلا لك. إن كان من عنوان للمرحلة الراهنة من التوتر الإيراني الأمريكي، فالأنسب أن يسمى مرحلة التهديد المتبادل. فمن جهة أرسلت الولايات المتحدة العدة والعتاد إلى المنطقة، وتوعدت إيران أن استهدفت مصالح أمريكية أو مصالح لحلفاء واشنطن في المنطقة. ومن جهة أخرى قال القائد الجديد للحرس الثوري اللواء حسين سلامي إن واشنطن لا تملك القدرة أو الجرأة على شن حرب على بلاده، وإن حاملات الطائرات الأمريكية ليست محصنة. بصدامها وصدامها كانت أقل مرارة. يستذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني الحرب العراقية، وفي مقارنة يقول يد الحرب آنذاك لم تطل بنوكنا ومبيعاتنا ونفطنا. إيران تعيش اليوم حربا غير مسبوقة في تاريخ ثورتنا الإسلامية، يتابع علينا أن نتحد. هو ميدانها. أمام السلاح والقتال صمدت إيران في عدة جبهات، إلا أن قبضة الزناد كانت أسهل عليها من دخول ميدان الأرقام والأموال. قصف أمريكي على شكل عقوبات اقتصادية هز داخلها وضرب أكبر مصدر للدخل فيها. الأرقام تقول الاقتصاد الإيراني في أسوأ حالاته بعد انتعاش قصير صاحب التوقيع على الاتفاق النووي. تراجع النمو الاقتصادي الإيراني بنسبة كبيرة، خاصة بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة. للنفط كانت الحصة الأكبر، انخفاض إلى النصف تقريبا. أوصل صادرات النفط يوميا إلى 1.1 مليون برميل، رقم يتوعد ترامب بتصفيره. غير أن استمرار الصين وتركيا بتجارتهما مع إيران يحول دون تحقيق مراده. داخليا أيضا فقد الريال الإيراني قيمته بنسبة 60% مقابل الدولار، ما أدى إلى شح في السلع والمنتجات المستوردة، وبعد ارتفاع كلفة المعيشة مع تضخم قد يصل إلى 37%. هي أرقام سعت إليها الإدارة الأمريكية لتضييق الخناق على طهران، ومعها يرسل ترامب رقما للإيرانيين عبر الحكومة السويسرية للتفاوض، فيأتي الرد من البرلمان الإيراني لن نتصل. تجهز واشنطن عتادها للمواجهة، ترسل طائراتها وتتأهب. صورة تصفها طهران بالاستعراضية، فبحسب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حشمة الله فلاحد، فإن الحرب لن تحدث لعلم الأمريكيين بعدم إمكانية ذلك. هي مكابرة، انتحار، مواجهة أم دفاع عن النفس؟ طهران لن ترضخ لواشنطن. طبول الحرب لم تقرع بعد، إلا أن ما قد تواجهه إيران داخليا قد يكون أصعب. تدهور اقتصادي قد يشعل شارعا أخمدت شرارته منذ برهة، ومعه اتهامات بإخفاق الحكومة الإيرانية في معالجة المشكلات والضعف في الرقابة. وللتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا عبر سكايب من واشنطن رينا شاه، مستشارة استراتيجية في الحزب الجمهوري. أهلا وسهلا بك أستاذة رينا. القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي قال إن واشنطن لا تملك القدرة أو الجرأة على شن حرب على بلاده، وأن حاملات الطائرات الأمريكية ليست محصنة. كيف تقرأ الولايات المتحدة هذه التصريحات الإيرانية التي تحاول التقليل من شأن الخطوات التي اتخذتها في الفترة الأخيرة؟ نعم، أنا أرى هذه
تصريحات على أن المسؤولين في إيران يحاولون التقليل من شأن الضغوطات الأمريكية من خلال هذه التصريحات، وربما بالنسبة لكثير من المراقبين هذه تصريحات سابقة لأوانها، لأن حتى إدارة ترامب تتعرض لضغوطات وانتقادات لاذعة وشديدة من أطراف داخل الإدارة الأمريكية لا تؤيد هذا التصعيد ولا ترحب بالتصعيد والحرب، لذلك لا نرى أن هنالك هذه الاحتمالات. إذن يعني ما هدف هذا الضغط الأمريكي؟ هل هو الهدف فقط هو إرضاخ إيران ودفع إلى التفاوض؟ ولكن في نفس الوقت أليس في ذلك خطورة من أن تتخذ إيران خطوات متهورة وتشعل نيران قد تطال الجميع في المنطقة من ضمنها الولايات المتحدة؟ لا شك في ذلك، هنالك تلك الخطورة. فإدارة ترامب لا تعبأ بالعواقب والنتائج التي قد تترتب على هذه التهديدات، أو طالما هنالك أيضا حلفاؤنا الكثيرون الذين كانوا معنا دائما وهم قد لا يرحبون بهذه الخطوات، ولكن منذ وصل ترامب إلى سدة الرئاسة في البيت الأبيض وهو ينسق مع المملكة العربية السعودية وحلفائه في الإمارات العربية المتحدة من أجل هذا التصعيد ومن أجل تعريض السلم في منطقة الشرق الأوسط للخطورة، وهذه مضحكة للغاية بالنسبة لي. نعم، إن الأمور على صفيح ساخن في المنطقة أستاذة رينا. يعني قبل قليل كان هناك خبر عاجل عن أعمال تخريبية جرت في سفن في المياه الإقليمية الإماراتية، وطبعا بطبيعة الحال أصابع الاتهام لم تكن بشكل رسمي، ولكن يعني بداية التخمينات توجهت إلى إيران. كل هذه الأمور طبعا تنذر بإجراءات أو بأمور خطيرة. هل باعتقادك من الممكن أن يعني تستغل الولايات المتحدة الأمريكية هذه التطورات لجر إيران إلى مواجهة عسكرية برأيك؟ نعم، مرة أخرى هذه الإدارة يقودها أشخاص من قبل جون بولتون. هنالك أشخاص على غرار بولتون هم معروفون تماما بأنهم أشخاص يرغبون بشن الحروب ويفتعلون الحروب دائما، وهو كان دوما جزء من تيار المحافظين الجدد الذين يعمدون دوما إلى توظيف القوة العسكرية الأمريكية من أجل خدمة سياساتهم. ونحن نذكر ما حصل في العراق بهذا الصدد، ونحن استنتجنا جميعا بأن المواجهة العسكرية هي ليست الحل لهذا النوع من الأزمات، لذلك فإنني لن أكون متفاجئة إذا ما وجدت هذه الإدارة الأمريكية نفسها تجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب. طيب أستاذ رينا، بالمعيار العسكري ليس هناك اختلاف على تفوق الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا، ولكن أيضا هناك اتفاق بأن إيران أصبحت قادرة على الرد في هذا التوقيت. هل تأخذ الولايات المتحدة أو إدارة ترامب بالتحديد على محمل الجد هذه الأمور عندما تلوح بالخيار العسكري ضد إيران؟ بالتأكيد لا، لا يبدو أن الإدارة الأمريكية تفكر بهذه الطريقة، طالما أن لدينا الحلفاء الذين نرغب بهم في طرفنا. وفي هذا الوقت هنالك المملكة العربية السعودية، نظرا لخصوصية العلاقة بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد مع هذه الإدارة، وأنا لا أقول أن هذه هي العلاقة الصحيحة، ولكن هذا هو الواقع
الواقع. هؤلاء هم من يدفعون سياسات الولايات المتحدة الأمريكية. وما يريده دونالد ترامب وجون بولتون هو إعادة صياغة الاتفاقية النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومهر الاتفاقية الجديدة بتوقيع دونالد ترامب. لذلك لا أرى أن هذه المواجهة ستكون في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أبدا. أستاذة رينا شاه المستشارة الاستراتيجية في الحزب الجمهوري، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ننتقل الآن إلى الملف اليمني، حيث شككت حكومة عبد ربه منصور هادي في جدية انسحاب قوات الحوثي أحادي الجانب من مرافئ محافظة الحديدة، وصفة ما قامت به جماعة الحوثي بالمسرحية الهزلية. من جانبها أكدت الأمم المتحدة أن الانسحاب من الحديدة وصليف ورأس عيسى يتم وفقا للاتفاق الذي وقعت عليه الأطراف اليمنية في ستوكهولم أواخر العام الماضي. وسط جدل كبير يواصل الحوثيون انسحابهم أحادي الجانب من ميناءي الصليف ورأس عيسى على الساحل الغربي لليمن، الحوثيون يعتبرون أن انسحابهم يأتي تنفيذا لاتفاق ستوكهولم، وأن أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن فرصة لإجبار الطرف الآخر على تنفيذ التزاماته في إشارة إلى الجانب الحكومي. لكن الأخير يعتبر أنه لا بد من تفعيل الآلية الثلاثية للإشراف على أي عملية انسحاب، بحيث يتولى هو والحوثيون والأمم المتحدة الإشراف على تلك العملية. كبير المراقبين مايكل لوليسغارد يواصل مساعيه لإقناع طرف الحكومة وطمأنته بشأن خطوة الحوثيين، حيث انتهى لقاء جمعه مع اللجنة الحكومية المشتركة في عدن إلى ضرورة أن تفضي انسحابات الحوثيين من الموانئ إلى إطار زمني محدد لتفعيل آلية التحقق والتفتيش وإزالة الألغام والمظاهر المسلحة والإشراف على واردات الموانئ والإطار الزمني لاستكمال المرحلة الأولى، ما يعني أن مرور قد تطرأ على الموقف الحكومي وفق متابعين. في اعتقادي أن اللقاء الأخير الذي ضم كبير المراقبين والجانب الحكومي في عدن يبدو أنه إيجابي نوعا ما، وقد تنتج عنه مواقف أكثر إيجابية وأكثر مرونة خلال الأيام القادمة من الجانب الحكومي. ورغم هذا التطور الذي يراه مراقبون تقدما نسبيا في ملف الحديدة، لكنه غير كاف لوقف الاقتتال حتى في الحديدة ذاتها. فخلال الساعات الماضية عاد القصف في أحياء عدة من المدينة، بينها شارع 50 وكذا مناطق الجبلية والتحيتة في ريف الحديدة الجنوبي. وفي اتجاه آخر، أعلن الحوثيون استهداف سلاح الجو التابع لهم تجمعات للجيش السعودي في منطقة الربوعة بعسير جنوب السعودية عبر هجوم بطائرة مسيرة من نوع قاصف توكي. بينما طيران التحالف واصل غاراته على عدد من المواقع في محافظة صعدة شمال اليمن. خليل القاهري، العربي. وبينما يترقب اليمنيون انسيابا للسلع وتحسنا للأسعار جراء احتمالية تسلم الأمم المتحدة لموانئ محافظة الحديدة، تشكك الحكومة الشرعية بجدية خطوة الحوثي، وتستدل على ذلك بمماطلته وتسويفه لأشهر بتسليم الميناء. الزميل صفاء الضاحي بحث في التساؤلات التي تطرحها الحكومة الشرعية وأعد لنا التقرير التالي. إعلان مفاجئ من الأمم المتحدة أفاد بانسحاب أحادي الجانب للحوثيين من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى الواقعة على البحر الأحمر وتحت إشراف بعثة الأمم المتحدة. الحكومة اليمنية الشرعية كانت أول المشككين بنية وأهداف الحوثيين من هذا الانسحاب، لا بل وحتى من جانب التزام مثل هذا الانسحاب بمعايير وبنود اتفاق السويد وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. عسكريون ومسؤولون في الحكومة اليمنية رأوا أن خطوة الحوثيين تهدف إلى تخفيف الضغط الدولي قبل انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل للخوض في آخر تطورات الأوضاع في اليمن، خاصة بعد مرور 6 أشهر على توقيع اتفاق السويد
واتهموا الحوثيين بعدم الجدية لاختيارهم هذا التوقيت بالذات. أما الحوثيون وبكل بساطة فقد أعلنوا أنهم بانسحابهم من موانئ الحديدة يكونون قد نفذوا ما عليهم من التزامات خاصة بالمرحلة الأولى لإعادة الانتشار في الحديدة. رئيس فريق المراقبين مايكل لولزغارد رحب بالانسحاب الحوثي معربا عن الأمل في أن تتمكن الأمم المتحدة من إبلاغ مجلس الأمن تحركات حقيقية على الأرض، إلى أن مراقبين في شؤون المنطقة ربطوا بين الانسحاب الحوثي وبين التصعيد الحاصل بين إيران والولايات المتحدة في الخليج وفي عموم الشرق الأوسط، ورأوا فيه أمرا من طهران إلى أذرعها في المنطقة للتهدئة لقطع الطريق أمام أي مسوغ لواشنطن التي تحشد قواتها في الخليج بشن هجمات على إيران أو مصالحها. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو محمد الجميح الكاتب والباحث السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. البعثة الدولية قالت بأنه أول أيام من إعادة انتشار الحوثي في ميناء الحديدة جرى وفق الخطط الموضوعة. إذا ما الذي يقلق الحكومة اليمنية حتى الآن، ولماذا تصف ما يحصل بالمسرحية الهزلية؟ طبعا يعني قبل شهور عندما وقع الاتفاق قبل 5 أشهر، بعدها بأسابيع بعد توقيع الاتفاق في ستوكهولم أعلن الحوثيون أنهم انسحبوا من ميناء الحديدة قبل 5 أشهر. كيف ينسحبون بالأمس؟ إذا كانوا انسحبوا قبل 5 أشهر فما معنى الانسحاب بالأمس؟ هذا يعني أنهم كانوا يكذبون عندما قالوا أنهم انسحبوا قبل 5 أشهر، وكما كذبوا بالأمس هم اليوم يكذبون. لماذا؟ لأنهم سلموا ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى، سلموها لخفر السواحل التي أنشأوها هم والتي عينوا قياداتها بأنفسهم. مدير أمن الحديدة هو الحارس الشخصي لعبد الملك الحوثي، وهذا معروف في حينه. وبالتالي هذه مسرحية كالمسرحية السابقة التي قالوا بموجبها بأنهم سلموا الميناء لخفر السواحل وسلموا الميناء. ولكن دكتور محمد، اليوم البعثة الدولية تقول بأنه أول الأيام جرى كما يعني كان متفق عليه، وأن التقييم الكامل سيعطى يوم الثلاثاء المقبل. ماذا لو فعلا بهذا التقييم الذي يسبق يوم واحد من مراجعة الأمم المتحدة لمسار الخطط الموضوعة، ماذا لو فعلا ثبت بأن هناك إعادة انتشار كما نص عليه اتفاق ستوكهولم؟ ما هو موقف الحكومة إذن؟ طبعا لو ثبت ذلك فهذا خير. هذا ما تريده الحكومة وهذا ما يريده الناس في اليمن، لكن الاتفاقات تقضي بأن يكون الانسحاب من أي من مناطق الحديدة من الطرفين أن يكون مشرفا عليه ومصادقا عليه من 3 أطراف، الطرفان الرئيسيان الحكومة والحوثيون والأمم المتحدة. الحوثيون أعلنوا بأنهم انسحبوا من جانب واحد انسحابا أحاديا. لماذا انسحابا أحاديا؟ لأنهم يريدون أن يتهربوا من مسألة الإشراف والمراقبة على الانسحاب. وبالتالي هذا الانسحاب يعني الحكومة اليمنية لم تكن طرفا فيه حسب ما اقتضى اتفاق السويد الذي أصر. ولذلك عندما أعلنوا قبل 5 أشهر بأنهم انسحبوا من ميناء الحديدة قال المراقب الدولي السابق كاميرت بأنه لم يحصل انسحاب، لأن أي انسحاب يشترط فيه بأن يكون مشرفا عليه من الأمم المتحدة وحضور ممثلي الطرفين، وهذا ما لم يحصل في هذا الانسحاب. لنقرأ أكثر في خلفية هذه الخطوة الحوثية إن ثبتت فعلا وإن كانت فعلا جادة في إعادة الانتشار كما يقولون. برأيك لماذا هذه الخطوة جاءت في هذا التوقيت بالذات، وما هي دلالتها؟ قبل 10 أيام تقريبا هنا في لندن انعقدت اللجنة الرباعية الخاصة باليمن المكونة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. هذه اللجنة الرباعية أعطت الحوثيين مهلة وسمتهم بالاسم، أعطتهم مهلة مدة 18 يوما حتى انعقاد مجلس الأمن الدولي خلال أيام في 15 من هذا الشهر. صحيح. ما لم فإنه سيسمى الحوثيون معرقلين لاتفاق السويد. أراد الحوثيون أن يستبقوا الجلسة القادمة بهذه المسرحية الهزلية بأن يقولوا لمجلس الأمن نحن قد انسحبنا حتى يتحاشوا مسألة تسميتهم معرقلين الاتفاق. هذا من ناحية. من ناحية أخرى جاءت أيضا هذه الخطوة ملبية لطموحات مارتن جريفيث المبعوث الدولي لليمن
من أجل أن يقول مجلس الأمن في الجلسة القادمة بعد أيام بأنه ها أنا قد أحدثت الاختراق المطلوب وأنجزت الاتفاق وها هم الحوثيون اليوم ينسحبون. إذن هذه الخطوة هي تنفع الطرفين، الأمم المتحدة ومبعوثها في اليمن والحوثيين الذين يريدون أن يتحاشوا أن يسميهم مجلس الأمن الدولي معرقلين اتفاق ستوكهولم. دكتور محمد جماح الباحث السياسي، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. في السودان أكد تحالف قوى الحرية والتغيير وجود محاولات عدة لفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، وذلك في إشارة إلى منع الاستخبارات العسكرية دخول المياه والطعام لساحة الاعتصام. وفي بيان صدر عن المجلس العسكري نفى الأخير نيته فض الاعتصام بالقوة، لكنه أشار إلى عزمه إنهاء ما وصفها بحالة الفوضى في شارع النيل. سياسيا قال تحالف قوى الحرية والتغيير إن جلسة مفاوضات مباشرة ستجمعه مع المجلس العسكري لمناقشة جميع القضايا الخلافية، والتي يأتي على رأسها طبيعة نظام الحكم ومدة المرحلة الانتقالية. اثنتان وسبعون ساعة هي المهلة الزمنية التي اشترطتها قوى اعلان الحرية والتغيير المعارضة للتوصل الى اتفاق مع السلطة، بعد تلقيها اتصال من المجلس العسكري في السودان من أجل استئناف المفاوضات. قوى التغيير أشارت إلى أنها حددت نقاط الخلاف مع المجلس العسكري التي ستفاوض بشأنها، أبرزها طريقة إدارة البلاد وهياكل الحكم الانتقالي واختصاصاتها ومدة الفترة الانتقالية، بعد أن أبلغت هذه القوى العسكر أن المنهج القديم لم يعد يتواءم مع مطالب الشعب السوداني بحسب مصادر المعارضة. ويواجه الطرفان عدة مشاكل خلافية وجوهرية، حيث تصر المعارضة السودانية على أن يكون سواد المجلس الانتقالي الأعظم من المدنيين، في حين يسعى العسكر لإبقاء سطوتهم على الحكم، متسلحين بعامل الزمن والتفاوض إلى ما لا نهاية بحسب مزاعم تحالف قوى الحرية والتغيير. ينضم إلينا من الخرطوم أشرف عبد العزيز، رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية. أهلا وسهلا بك أستاذ أشرف. لماذا برأيك قام قوى تحالف الحرية والتغيير بتأجيل اجتماعه مع المجلس العسكري للمرة الثانية على التوالي؟ هي الدعوة هذه المرة جاءت من قبل المجلس العسكري إلى قوى الحرية والتغيير. قوى الحرية والتغيير قالت أنها ستقوم بتلبية هذه الدعوة، لكن أنها تريد يوما إضافيا حتى ترتب أوراقها وتعود مرة أخرى إلى منضدة التفاوض. في تقديري ربما هنالك بعض المسائل التي تحتاجها قوى الحرية والتغيير لتكون أكثر تماسكا أمام المجلس، ولكن هي حددت رؤيتها بشكل إطار عام، قالت أنها ستحسب التفاوض في خلال 72 ساعة، وأن هدفها الأساسي من هذا التفاوض هو مسألة واحدة هي نقل السلطة إلى المدنيين. حتى أنها قالت بأنها ستقدم ردا مكتوبا، قالت بأنها ستقدم ردا مكتوبا على الملاحظات التي قدمها المجلس العسكري على وثيقتها الدستورية، وحتى الآن لم تقدم أي شيء. نعم، هي قالت أنها ستقدم ردا مكتوبا للمجلس العسكري الانتقالي، ولكن بحسب مصادر الآن ستنعقد التفاوض بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري غدا في الساعة 12 ظهرا، بمعنى أن الرد المكتوب سيسلم أثناء عملية التفاوض، وبالتالي هذا تقدم في إطار المسألة التفاوضية. ووضح ذلك من خلال أن المجلس العسكري الانتقالي كان قد أعلن إلى مؤتمر صحفي مساء هذا اليوم، ولكنه عاد وأجله حتى تكون هنالك نوايا حسنة ولا يتم تصعيد أو تراشق عن طريق الحديث في هذا المؤتمر الصحفي يمكن أن يؤثر على العلاقة المتوترة أصلا بين قوى الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري الانتقالي. هناك خلافات جوهرية أستاذ أشرف بين الطرفين، على رأس هذه الخلافات شكل نظام الحكم ومدة المرحلة الانتقالية. هل باعتقادك من البديهي أو من الممكن أن نتفائل أنه هذه الجولة من التفاوض بين الطرفين ستفضي إلى أي نتيجة مرجوة؟
بحسب المعلومات التي رشحت، كانت هنالك وساطة من قبل قد تقدمت بمقترح مجلس سيادي مختلط أو الفصل بين مجلس سيادي ومجلس عسكري يعني بالمسائل المتعلقة بالأمن. ولكن اليوم أيضا هنالك معلومات جديدة بأن السيد رئيس المجلس العسكري لانتقال البرهان قد طرح يعني معادلة جديدة أو مقترحا، قدم مقترحا جديدا لقوى الحرية والتغيير، وهي أن يكون المجلس السيادي مناصفة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي. وهذا هو أغرب إلى رأي الوساطة، وربما هذا قد يدفع بالتفاوض إلى الأمام قليلا إذا صدقت هذه المعلومات التي تسربت اليوم. قوى الحرية والتغيير هو تحالف من أحزاب مختلفة إلى حد كبير في الانتماءات، في الرؤى، في التخطيط، بينما يواجه هذا التحالف هيكلا عسكريا منظما له رؤية واحدة. إلى أي مدى برأيك أستاذ أشرف من الممكن أن يستغل المجلس العسكري هذه الثغرة في تحالف قوى الحرية والتغيير عبر المماطلة لإحداث انشقاق بين هذه الأحزاب؟ يعني قوى الحرية والتغيير تدرك ذلك، وخاصة تجمع المهنيين السودانيين الذي قاد مركب هذه الاحتجاجات إلى أن بلغت بداها وأصبحت ثورة. تجمع المهنيين السودانيين قادر على أن يجمع الاصطفاف كل ما كانت هنالك خلافات أو تباينات في الرؤى بين قوى الحرية والتغيير. فتجمع المهنيين السودانيين هو الذي يقود مركب هذه الاحتجاجات واستطاع في أكثر من مرة حسم هذه الخلافات. الآن صحيح هنالك حديث عن أن قوى الحرية والتغيير فيما بينها بدأت يعني تتحدث، جزء منها يوافق على تشكيل جسم قيادي يقود هذا التفاوض، وجزء آخر يتحدث عن أن وفد التفاوض ينبغي أن يكون كما كان عليه في السابق. ولكن حتى هذه المسألة هي حسمت الآن بحسب بعض التسريبات من قبل بعض القيادات في تجمع المهنيين السودانيين، والذين ذكروا أن هذا التفاوض سيبدأ غدا وسيكون هو المفصلي والنهائي. وكذلك أيضا هنالك يعني قائد في حزب الأمة، نائب رئيس حزب الأمة الدكتور إبراهيم اللبين، قال أن الشعب السوداني يعني ستكون هنالك بشريات وأخبار سارة خلال 72 ساعة. نأمل أن يكون ذلك هو الصحيح وأن يكون هنالك اتفاقا تم بين قوى الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، المجلس العسكري وإن كان منتظما وإن كان صفوفه متجانسة ويستطيع أن يفاوض بشكل موحد، أيضا قوى الحرية والتغيير لديها تأثير على الميدان الاعتصام وعلى الأرض وتستطيع تحريك الجماهير. إذن هذه هي المفارقة، فمهما كانت هنالك خلافات وتباينات داخل قوى التغيير وضحت الفكرة أستاذ أشرف، هي المرجحة في أن تقود المفاوضات إلى الأمام. أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة السودانية، شكرا جزيلا لك. بعيدا عن السياسة، يحاول منظمو الاحتجاجات في السودان الالتفات إلى الطبقات المهمشة والمحتاجين لمد يد العون لهم. زميلنا محمد مومين زار إحدى الخيام التي تعنى بشيء غير السياسة وعاد لنا بالتقرير التالي. خيمة لها ما يميزها عن جل خيم الاعتصام. إنها توفر التعليم على يد متطوعين من الحراك لعشرات الأطفال من المشردين وأبناء الشوارع ولمن ضاق بهم أهلهم جراء العوز. أطفال هم أطفال متردي، ولكن أطفال غارقون يجب أن نهتم بهم، وذكاؤهم غارق بكل أمانة. المتطوعون يوفرون اعتمادا على تبرعات المعتصمين المأوى والحاجيات الضرورية لهؤلاء الأطفال، ويوفرون لهم كذلك ما يحتاجون من حنان ودعم نفسي. من خلال هذه المدرسة الخاصة بأبناء الشوارع يحاول المعتصمون لفت الانتباه إلى واقع التعليم لدى الطبقات الفقيرة والمهمشة. الإحصاءات تقدر فقراء السودان بأكثر من 70%، وهذا ما يضاعف من أعداد الأميين في البلد الذين يناهز تعدادهم 50%. موسى حرمه فقر والده من الدراسة، حيث يعمل وشقيقه معه في تربية هذه الطيور والأرانب. عبد المنعم وأبناؤه اضطرتهم الظروف القاسية للسكن في هذا المكان الذي لا يقيهم لفح الشمس ولا زمهرير الشتاء. نحن نسعى أنه يكون في فعل طيب بالنسبة للثورة، بالنسبة للحياة الجديدة الآن اللي نحن بنعيشها سياسيا،
نتمنى الأفضل لهؤلاء لإنقاذ معظم الشعب السوداني من الفقر ومن الجوع. يحدث هذا في بلد طالما وصف بأنه سلة الغذاء في العالم العربي، وهو الغني بالمياه والثروات والمعادن، رغم ما تتحدث عنه هذه الصور من مشاهد البؤس، مشاهد كانت نارها وقودا لحراك الشارع. محمد عبد الله مني، العربي، الخرطوم. والآن إلى ملف الجزائر، حيث لا يزال الجدل سيد الموقف قبيل موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 تموز يوليو المقبل. يأتي ذلك عقب رفض نقابة القضاة الجزائريين اتهام القضاة بالتحرك وفق الأوامر والإعاز في التحقيقات بشبهات الفساد التي تجريها مع رموز حقبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. رئاسية 4 يوليو تموز في الجزائر بين الشرعية الشعبية والهوية الدستورية، هكذا عبرت الطبقة السياسية إجمالا عن الرئاسية المقبلة قبل 2 شهر من الآن، وسط رفض شعبي تلاه تمرد إداري وقضائي ضد العملية برمتها. يذهب بن صالح، يذهب بدوي، وما كاين شكلو رئيس انتقالي مع حكومة كما راهو يقول الشعب الجزائري وطالب الإبراهيمي وبن بيتوت، ويخوض كل هما يعرفوا واش يديروا. وبعيدا عن الانتخابات، يبقى القضاء العسكري في الواجهة مجددا بعد إيداع الأمين العام لحزب العمال السجن المؤقت بعد استجوابها من قبل قاضي التحقيق العسكري، مما خلف ردات فعل متعاطفة معها، لكن لحد الآن لم توجه أي تهمة محددة فيما يخص قضية التخابر ضد سلطة الجيش. المحاسبة وفتح ملفات الفساد يتم وتقرن بالنظر للارتياح الشعبي، لأنه هو المؤشر الأساسي في المعادلة اليوم. إذن في مقابل الارتياح الشعبي هناك بعض الأبواق التي يعني لا يعجبها ولا وذلك لعلاقتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بقضايا الفساد التي تم ويتم التحقيق فيها. ويرى عموم المراقبين أن مسألة إجراء الانتخابات في هذه الأجواء المشحونة بعيدا عن الضمانات من قبل السلطة وحياد الإدارة سوف يجعل من إجرائها عملية مستحيلة. بات القضاء العسكري سيد الموقف في المشهد السياسي، خصوصا مع استدعاء شخصيات نافذة في نظام بوتفليقة، استدعاء هذه الشخصيات بتهم مرتبطة بأجندات خارجية. صلاح الدين القعاش، العربي، الجزائر. من جانبها جددت قوى المعارضة دعوتها لبدء مرحلة انتقالية محدودة تديرها شخصيات توافقية وحكومة مستقلة تنتهي بانتخابات رئاسية، وطالبت بإرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو تموز المقبل لعدم توفر ظروف وشروط إجرائها. تكون أو لا تكون، انتخابات الجزائر باتت على المحك، بالصوت والصورة يرفضها المحتجون، لا يريدونها أن تكون تحت إشراف رئيس الدولة المؤقت ولا حكومة عينها رئيس أطاح به غضب الشارع وبقيت هي تقاوم مطالب رحيلها. يا قايد صالح، الانتخابات ما يصراوش. يا قايد صالح، المادة 7 نجيبوها احنا بعرقنا كيما حروا الجزائر، شهداء الجزائر حروا بلادنا. أسبوعان فقط يفصلان عن آخر موعد لتقديم ملفات الترشح إلى المجلس الدستوري. أكثر من 68 شخصا سحبوا الاستمارات من وزارة الداخلية، أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات. عددهم كبير لكن أكثرهم يستهدف الظهور الإعلامي ليس إلا، تقول صحف محلية. أحزاب المعارضة أعلنت مسبقا مقاطعة الانتخابات الرئاسية في ظروفها الحالية، محذرة من تنظيمها بمن حضر. أما الأحزاب الموالية للسلطة فتعيش انقساما داخليا منذ بدء الحراك، بعضها ربما لن يحسم أزمة الزعامة بسهولة. التجمع الوطني الديمقراطي مثلا أصبح زعيمه مع كبار المتابعين قضائيا في البلاد، وكذلك الويزة حنون زعيمة حزب العمال. هناك حتما من يريد خوض غمار الانتخابات لكنه يخشى عقاب الشارع. انا باش نديرو فيهم ثقه، مازال ما درناش فيهم ثقه. كي تنحى العصابه هذه يا اخي، احنا خيروا الرئيس تاعنا، الشعب هذا خرج ماشي باش انت تخير له الرئيس،
الشارع مصمم على رفض انتخابات يراهن عليها قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، يريدها أن تكون ضمن أطر دستورية حتى لا يتهم الجيش مجددا بصناعة الرئيس المقبل. هي إذن انتخابات المرحلة الحرجة، كثيرون يتوقعون أنها ستلغى قبل أن يحل فصل الصيف، وصيف الجزائر لا يرحم. كثير من أحداث هذه البلاد الأكثر سخونة كانت صيفية، بدايتها من أزمة صائفة عام 62. بعد الاستقلال كان الناس يحتفلون في الشوارع، وفي غفلة دخل جيش الحدود واستولى على السلطة، وهؤلاء لا يريدون أن تسرق أفراحهم كما حدث من قبل لآبائهم. وللحديث عن آخر تطورات المشهد الجزائري ينضم إلينا عبر سكايب ناصر جابي، أستاذ وباحث في علم الاجتماع السياسي في الجزائر. أهلا وسهلا بك أستاذ ناصر. أسبوع فقط يفصلنا عن آخر موعد لتقديم الترشح إلى المجلس الدستوري بخصوص الانتخابات الرئاسية، والمعارضة السياسية والشعبية ما زالت على موقفها. كيف سيتم التعامل مع واقع الأمر الذي تفرضه السلطات الجزائرية اليوم؟ مساء الخير. يبدو لي بأن كل المؤشرات تقول بأن هذه الانتخابات لن تحصل في توقيت المعلن، لن تكون في 4 جويلية، ستؤجل حتى يتم تحضير الشروط لإجراء هذه الانتخابات، ومن جملة هذه الشروط هو ذهاب الرئيس الدولة الحالي غير شرعي، وذهاب حكومة بدوي، وتكوين لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات، وتوفير الشروط السياسية الأخرى. إذن هذه الانتخابات لن تحصل لأنها عمليا غير قابلة للإجراء. الجو السياسي الحالي لا يسمح، مستوى التجديد الشعبي لا يسمح، لا يمكن أن تجري في الجزائر الآن حملة انتخابية. المرشحون حتى الآن أغلبيتهم الساحقة هما جزء من الديكور الذي كان في انتخابات الملغاة التي كان يفترض أن يشارك فيها بوتفليقة، وحضورهم في هذه الترشيحات وفي هذه الانتخابات بهذا الشكل الكاريكاتوري كان أحد أسباب الانتفاضة التي حصلت منذ 22 فبراير. أستاذ ناصر، عندما تقول بأن هذه الانتخابات لن تحصل، هل نفهم من ذلك بأن المؤسسة العسكرية ستقدم على أي من الخطوات من التنازلات، ربما نزولا عند الرغبة الشعبية والضغط الشعبي الذي لم يتراجع حتى خلال شهر رمضان المبارك؟ قريب. أظن أن فيه تحذيرات، فيه عملية إخراج يتم التحذير لها من قبل المؤسسة العسكرية. عن قريب جدا سيعلن عن عدم التمكن من إجراء هذه الانتخابات لأنها غير ممكنة عمليا، ولأنها غير محبب من الناحية السياسية. المواطن الجزائري سيقاطعها، سيرفضها، سيرفض الرئيس الذي سيخرج منها، وبالتالي هي غير ممكنة. واعتقادي واعتقاد الكثير من الملاحظين بأن الجيش، قيادة الأركان، ستعلن هذه الأيام عن قرارها بسحب هذا مشروع الانتخابات. لا. الكثير من الاقتراحات التي قدمت للشارع الجزائري، للمواطن الجزائري، فشلت حكومة بدوي، فشل مشروع تعيين رئيس، فشل ندوة التشاور. عليهم بالعودة إلى العقل، على قيادة الأركان والمؤسسة العسكرية بالعودة إلى العقل وموافقة على ما يطالب به الشارع الجزائري، يعني ما يطالب به المواطن الجزائري والشعب الجزائري، والذي يقول بأننا في حاجة إلى رئيس شرعي قوي يقود العملية الانتقالية، نحن في حاجة إلى مؤسسات شرعية، نحن في حاجة إلى جزائر جديدة برجالها ونسائها، وبالتالي كل هذه الشروط لا توفرها هذه الانتخابات، ولابد من ترحيلها إلى نهاية السنة. أستاذ ناصر جابي الباحث في علم الاجتماع السياسي من الجزائر، شكرا جزيلا لك. شكرا. تشتهر مدينتا سان دييغو وفالبريزو في تشيلي بالفنون البصرية والتشكيلية التي أصبحت تزين شوارعها وجدران مبانيها. التقرير التالي يسلط الضوء على الفن التشكيلي على جدران المدينة، والذي يبدو كمعرض فني في الهواء الطلق. Morales,
الجداريات موجودة هنا منذ سنوات، ولكني أعتقد أن فن الكتابة على الجدران أو ما يعرف بفن الشارع بدأ بالفعل بالتطور وأصبح الآن مثل معرض في الهواء الطلق. فالبرياسو تشبه المدينة المثالية للفن، لأنها مع سلالمها ومتاهاتها تملك عديدا من الأماكن المهجورة المواتية للرسم. كل شيء هنا فريد من نوعه، لم أرى هذا في أي مكان آخر في العالم، لذلك فهو فريد من نوعه وخاص جدا. وصلنا إلى ختام الساعة الأخيرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.